مثل ما قلنا البارحة، لا نتائج صادمة أو مفاجآت غير متوقعة بانتخابات مجالس المحافظات. بصراحة حتى عملية اعتماد آلية غريبة لحساب نسبة المشاركة من قبل المفوضية هم حفظناها على الغيب من ممارسات سابقة. المهم خلونا بالأمر الواقع وبمجموعة المتغيرات اللي حصلت ولأول مرة بهاي الانتخابات. فالقوى التقليدية فازت بأصوات جماهيرها فقط نظراً لنسبة المشاركة المتدنية وقياساً بنسبة الفوز المريحة لهاي القوى المعروفة، مع فوز مريح للمحافظين بأكثر من محافظة، وهاي عدنا عليها إشارة هامة بعدين. إذن الجماهير الحزبية وبظل المقاطعة مكنت القوائم المعروفة من الانفراد بأكثر من محافظة بالوسط والجنوب، مقابل تصدر قوائم جديدة بالسلطة وبشعبية صاعدة بالمحافظات الغربية، فضلاً عن عودة مريحة للكرد بمحافظة كركوك. وإذا جينا الخارطة تشكيل الحكومات المحلية، فأكو محافظات تقاربت نتائج قواها السياسية وراح تشهد مفاوضات ساخنة قد تنتهي لعقد أحلاف تساعد على التسوية للظفر بمناصب محافظات أخرى، هاي بالوسط والجنوب. أما إذا رحنا للمحافظات الغربية فما راح يقل التعقيد، ما عدا الأنبار طبعاً المحسومة مسبقاً. نقول ما راح يقل التعقيد لأنه نوعية الصراع الإقصائية الشرسة بين القوى السياسية بهاي المحافظات وأهمية ورمزية منصب المحافظ راح يدخلهم بصراعات ومفاوضات طويلة. أما إذا رحنا للظاهرة اللافتة الأخرى، فإن تصدر بعض المحافظين نتائج الانتخابات بمحافظاتهم راح يخلصهم نوعا ما من ضغوط تجديد الولاية الثانية، وهذا مؤشر على أن الناس تريد خدمات وراح تدعم أي شخصية، أي شخصية بشرط تقديم الخدمات اللي هي تريدها. وإحنا نعرف الخدمات هي اللي تسحر الناس واللي ما تخضع بكثير من الأحوال إلى معايير يصعب توفيرها. أبرز الدروس اللي ممكن نطلع بيها من انتهاء ونجاح إجراء الانتخابات المحلية المغيبة من 10 سنوات هو الحصانة اللي تمتلكها قوى النظام الجاية من شرعية الانتخابات وبأي نسبة كانت. وأما الإشارة الهامة اللي نوهنا لها فهي مدى بساطة وسهولة المعايير اللي ممكن ترجع ثقة الناس وتعزز إيمانهم بالعملية السياسية كلها. الدرس الآخر والفاقع جدا هو أن المقاطعة الحزبية للنظام أو العملية الانتخابية ليست مناورة ناجحة بالعمل السياسي، وأما المقاطعة غير السياسية المدنية بالذات فهي أطول الطرق لتحقيق تغييرات على المستوى الشعبي. تعالوا نروح للأمر الواقع ونشوف الخرائط السياسية الجديدة بالمحافظات والتغييرات اللي راح تصير بيها، وكم عملية حسابية وسياسية ونفسية راح تصير بالساعات والأيام القادمة.